مش هو ده. النادي الاهلي عنده جماهير وجماهيره دايما في ظهره وجماهيره دايما عندها ثقه فيه. ومش كده وبس، حتى مجلس الاداره نفسه، شفنا الكابتن محمود الخطيب مع الفريق في كل لحظه، لو رجعتوا حضراتكم لورا هتلاقوا الكابتن الخطيب في كل مكان مع الفريق. كان معاهم دايما في الرحلات الصعبه، بيجي على نفسه، وطلع معاهم جنوب افريقيا، وطلع من جنوب افريقيا على الدوحه، ومن الدوحه طلع بعد كده على تونس ماتش الترجي، ومن الترجي طلع على المغرب عشان نهائي العشره. فحتى الكابتن محمود الخطيب وراهم في كل حته، حتى بعد انتهاء البطوله عمل جلسه مع اللعيبه وطالبهم بالتركيز في اللي جاي. ده يعني حتى على الشاشه اهو قدامكم دلوقتي الكابتن خطيب مع اللعيبه الفتره اللي فاتت. اللي انا عايز اقوله لحضراتكم ايه؟ ده بالمناسبه كان امبارح يعني قبل مباراه اليوم. اللي عايز اقوله لحضراتكم احنا دايما دايما بعد البطولات الكبيره اللي احنا بناخدها او الماتشات الكبيره قوي اللي احنا بنعملها دايما بتحصل حته استرخاء، واحنا يمكن اتكلمنا عنها المره اللي فاتت وبتحصل. ولكن اللي بعدها الواحد بيبقى مشفق، انا كواحد من الجمهور بيبقى مشفق على الفرقه اللي هتلاعب النادي الاهلي لما بيحصل هزه او الواحد او الفرقه بتخسر نقطه ولا نقطتين. شفنا برضو بقول لحضراتكم الكابتن خطيب امبارح عمل جلسه حفز اللعيبه، وهي اللعيبه مش محتاجه تحفيز لان اللعيبه حاسه بالموقف، ولكن الكابتن محمود خطيب عايز يحسسهم ان هو جنبهم، ان هو معاهم، حتى مش في المواقف البسيطه بس، لا حتى في المواقف الصعبه، حتى بعد النقطتين اللي احنا خسرناهم الماتش اللي فات، ولكن لا انا جنبكم، انا واثق فيكم، اللعيبه دي عملت تاريخ وهي اللي هتعمل تاريخ وهي اللي هتعمل شغل للنادي. لكن اصحاب ذاكره السمك بينسوا الكلام ده، بينسوا البطولات. انا عايز برضو اخاطب جمهور الاهلي الواعي وجمهور الاهلي كله واعي، ما تخليش حد ياثر عليك، مش مجرد نقطه ولا مجرد حتى بطوله ضاعت ولا حاجه، لا ما تخليش حد ياثر عليك. نادي الاهلي زي ما هو هيفضل نادي الاهلي، هيفضل هو النادي الاهلي البطل. لازم تثق في لعيبتك، تثق في اجهزتك الفنيه، تثق في مجلس ادارتك، تثق في المنظومه الرياضيه في النادي الاهلي. الفريق ده من اسبوع بس حقق بطوله افريقيا للمره الثانيه على التوالي، والعشره في تاريخ النادي الاهلي محطم رقم القياس السابق اللي هو التسعه. لكن الناس دي بتنسى ان اللعيبه دي حفرت اسمها وعملت تاريخ في الثمان شهور دول ولا التسع شهور دول ما عملوش جيل قبلهم. اجيال النادي الاهلي دايما بتاخد بطولات، انما الجيل ده عمل انجاز رقمي كبير جدا 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 في تسع شهور. خمس بطولات وثالث كاس عالم. ولسه عندها كتير زي اجيال النادي الاهلي القديمه كلها على مدار التاريخ. عندها كتير، عملوا تاريخ ولسه هيعملوا تاريخ ان شاء الله. ومش معنى زي ما قلت لحضراتكم برضو المره اللي فاتت، مش معنى خساره نقطه يبقى انتهى المطاف، بالعكس خساره النقطه دي بتزود الدوافع عند اللعيبه، بتزود الرغبه عند اللعيبه، بتدي اصرار وتركيز اكتر عند اللعيبه. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شوف الكلام ده من النهارده باذن الله رب العالمين. اللعيبه نفسها امبارح مع الكابتن خطيب بتقول ان الكابتن خطيب ورانا وقدامنا، ولازم احنا اللي نعوض النقطتين اللي ضاعوا منا الفترة اللي فاتت، والأربع نقط اللي ضاعوا في ماتشين في خلال خمس ماتشات الفترة اللي فاتت. احنا قادرين ان احنا ان شاء الله وقادرين ان احنا نجيب البطولة السادسة ان شاء الله بإذن الله رب العالمين. ناقص بطولة، البطولة دي هتاخد لها تقريبا شهر، 10 ماتشات بإذن الله. رجالة النادي الأهلي قادرين بإذن الله ان هم يكسبوا ال10 ماتشات. وخلي بالك حضراتكم الكلام ده حصل قبل كده كتير، حصل موسم 95-96، حصل السنة اللي قبل اللي فاتت. اللي عايز أقوله لحضراتكم وأقوله للإخوة اللي بيحاولوا يصدروا إشاعات ويعرقلوا المسيرة، العبوا غيرها، ده لن ينال من لعيبة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي، لأن دايما جمهور النادي الأهلي سند كبير جدا 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 وفي ظهر لعيبته. نروح بقى الماتش النهارده، طبعا ماتش مهم جدا في مسيرة